المستشفى الميداني. نحن تو فوزي الذويبي معناتها المشرف العام بتاع المستشفى الميداني. انطلقنا نحن من نهار الجمعة التحضيرات وكل شيء، نهار السبت بدينا وعلمنا سبيطار بن الجزار معناتها الكوفيد وسيسبي معناتها باش ينقلونا المرضى، وان شاء الله من الليلة نبداو ناخذوا في المرضى نتاعنا ان شاء الله. الإطار شبه طبي حاضر، الإطار الطبي بدا اليوم عمل بريز دو فونكسيون، ننطلقوا اليوم مع الدكتورة في الجارد والإكيب كل موجودة وحاضرين، والليلة مش نبداو نخدموا ريالمون على المرضى. مي تقع الفيزيتا غادي الجراند فيزيت نتاع الطب الغادي ويشوفوا ان هم المرضى ينقلوهم ويجيونا هنا، معناتها سكي في مثلا من نص النهار ماضي ساعة من الواحد يبداو نقبلوا في المرضى ونبداو نرقدوا في المرضى ونتوكلوا على ربي وان شاء الله ربي معنا. 20 سرير حاضرين، هما عندنا 40 طاقة الاستيعاب هي 40، لكن وزارة الصحة عطتك الانطلاقة ب 20 حتى توفر لك الإمكانيات البشرية والمادية لل 20 أخرين. توا حاضرين نحن باش نقبلوا 20 سرير، وإذا كان الله نحن من نقولوا الله لا يقدر ما تعكرت الحالات نزيدوا نعملوا اكستنسيون ب 20 أخرين. طاقة الاستيعاب الجملية 40 سرير، ولكن نحن مش نبداو نخدموا ب 20 سرير، خاطر وزارة الإشراف ما تعطيكش الماتريال كل 100%. كيف تخفيف على الكوفيد على السبيطار الكبير؟ المريض اللي يتفرهد شويه مش يكمل الدوايه البروتوكول نتاعو الدوايه نتاعو لهنا على خاطر مرض الكوفيد، الدواء نتاعو هو الاكسجين اللي فتره نقاها مش عداه في المستشفى الميداني ويكمل الانتيبيوتيك نتاعو وياخذ الاكسجين نتاعو ويروح من هنا صح لاباس معافى ان شاء الله بحول الله. الاكسجين كلهم السورس كلهم هنا يعني نتنجم تركب ماسك او كونسنتراسيون ولا لينات امورك مريقله. حد المانع ناظر في المستشفى الميداني، أهم حاجة فيه هو باش يخفف العبء على المستشفى ابن الجزاء وخاصة الأكسجين. وفرت هو الأكسجين تبقينا 40 سرير، الأربعين سرير بكلهم بالأكسجين مجهزين، كلهم بالأكسجين، وعنا اللينات وعنا الماسك أوت كونسنتراسيون. وهو راهو هذا مش يقع فيه التريرة، هما باش يجيبوا لنا المرضى اللي راقدين في القسم الكوفيد، وكي يجيبوهم مش يجيبوا الحالات راهو الخطيرة وكذا، هذيك عندهم غادي رياء، عندنا رياء نتاع كوفيد في قسم بارك الله فيهم في المستشفى الجزار، باش يجيبوا لنا الناس اللي نجموا نعاونوهم ويكملوا فترة النقاهة نتاعهم لهنا، أدوية باش يكملها نعملوا لهم، خاطر حتى الفريق اللي توا جهزناه ووريناهم عملنا عملية بيضاء، وريناهم جابونا وريناهم الأكسجين، قلنا لهم ناش يتكون، وريناهم كيفاش ياخذوا أبور، وريناهم الحوايج اللي باش يضموا عليها باش ما ينجموش يدخلوا طول طول لكريت الفضاء كبير مسكين يخافوا باش يدخل طول طول فيهم حتى اللي ركريتين أول مرة. وأهم حاجة هي عندنا لهنا كي باش ياخذ السرير ويرقد باش تكمل له انت الدواء نتاعو كان عنده دواء، والا الاكسجين هانو قاعد يخفي وحدها راحه نفسانيه. انت كان تراهم اللي غادي مساكن راقدين ناس يوصلوا، وصلنا راهو في فتره في الموجه الثانيه قسما عظما فما شكون رقدناه اللوط، اللوط راقدين ناس على السره وناس راقده اللوط وبلي بوتي دوكسيجين وكذا، هذا صدقني سهل لنا برشا برشا برشا، كنا نتمناه وكان كان من لو واخر شويه هو، اما كمام اخويا انا في بالي في تونس كامله ما فماش شكون عنده بلاصه هكا كيف هكا مستشفى ميداني ومجهز ب 40 سرير، وال 40 سرير راني وريتك كلهم بالاكسجين، الاكسجين حاضر السورس ومرهم مريقله. واهم حاجه ان شاء الله يتفهمونا كي يجيونا المرضى اللي هما راقدين من ابن الجزار، المشكله في لي بارون تاعهم ما باش يمشيو يطلعوا عليهم، قولوا لهم لا راه حولوهم الغادي، خايفك المشكله اللي باش يجي هكريت هو فضاء مزيان وباهي وواسع، نتمنوا على ربي يتفهموا كونه يطل ويخرج، وكريتهم سره راهم شي ريجيكال، سره غالي، اذا كان باش يجي ويقعد بحذاه وتحليل، هذيك الحوايج اللي يخافوا منها، والفريق حاضر، ديجا عملنا التقسيم. عندي ليكيب نتاع الصباح تخدم هذاك شبه طبي، عندنا الصباح وعندي ليكيب العشيه وعندي ليكيب في الليل ا وعندي ليكيب في الليل ب، كلهم حاضرين نستناو كان في المرضى ونستناو ان شاء الله عاد زاد الطب، خاطر ما تعرف ما تنجمش فوالا تنجمش تخدم من غير طبيب. نحن هنا ديما نقولوها نكملوا بعضنا، يلزم موجود طبيب وهو اللي يقرر كمان. فريق عوان الصحة حاضرين اليوم في المستشفى الميداني كوفيد اللي افترض يحل اليوم، جيتوا الصباح انتم باش جينا الصباح اليوم بدينا نخدموا ان شاء الله،
هكا. ديجا انا كنت نخدم في سيرفيس كوفيد ابن الجزائر من اوت، معناها عندي فكره على الخدمه. خطوه كبيره برشا، ان شاء الله يخفف عبء على سبيطار ابن الجزائر. ان شاء الله ربي يوفقنا باش ننجحوا السبيطار هذا، نحن متفائلين وربي يشفي الناس الكل ان شاء الله. الله يبعد ان شاء الله وربي يبعدوا علينا الوباء هذا. هذه مسؤوليه كبيره وتحسب على جماعه الصحه الكل، باش نحاولوا ننهضوا بالمستشفى هذا باش يقدم القدام ينجح ويتجاوز هالوباء هذا. احنا نستنيو عنا معناها مده طويله، 7 سنين تو نستنيو، معناها فرحه كبيره انه وصلنا معناها الدور باش نخدمه والناس الكل حطت الجهود نتاعها معناها باش يقدم المستشفى هذا ويحل ويقدم معناها الخدمات الصحية اللي فيه. وبيان سور إن شاء الله ربي يقدرنا ونكونوا في المستوى ونقوموا بواجبنا الصحي. فرحتنا ناقصة احنا للأسف، نتدبونا احنا نتدبو 8 ملي زاد سوانيو، ما نعرفش علاش بروموسيون 2008 13 سنة بطالة، ما علاش 8 كهوة معناها، ما نعرفش انا مش يستناو أكثر من 13 سنة، توا الماجوريتي في 37 في 38 يشوفوا لنا حل في الوضعية نتاع اللي زاد سوانيو، أو موان البروموسيون 2008 و2009 يخدموهم. شنو معناها كوفيد وبصغارنا وكل واحد عنده أم وبوه، وأنا بيرسونيلمون بابا مريض وكيفي فما برشا أخرين مستعدين باش يخدموا، لكن علاش ما نديولهمش؟ ما نعرفش. احتجوا برشا مرات احتجوا برشا مرات، لكن ما ثمانية من الناس أكا هو من اللي زاد نديو كان الثمانية، رغم أنه المستشفيات ناقصة برشا برشا برشا. كلهم بالأكسجين، كل